الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة ويحذر المواطنين من خطر الشائعات التي يتم ترويجها. الرئيس السيسي يشارك الحضور بالأكاديمية الشرطة مائدة الإفطار ويؤكد ضرورة طرح مختلف القضايا على طاولات الحوار الوطني وفي وسائل الإعلام. وزير الخارجية الفرنسي يصل إلى لبنان لإجراء مباحثات مع السلطات اللبنانية وتقديم الدعم خاصة الإنسانية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير وعدد من المسؤولين. جاء الاجتماع للاطلاع على الموقف التنفيذي لعدد من الملفات ذات الصلة بالتنمية الصناعية والعمرانية في إطار استراتيجية الدولة لتطوير القاعدة الصناعية وتحديثها، وكذلك سبل توفير احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة من الهيدروجين الأخضر، وذلك بالإضافة إلى الجهود الجارية لتوطين صناعة معدات ووسائل النقل محلية. المنطقة والعالم بتمر بظروف صعبة جداً، حرصنا في مصر ان احنا تبقى سياستنا سياسه متوازنه جدا في ظل هذا الاضطراب الخطير اللي موجود، واحنا حذرنا منه وقلنا ان استمراره هيؤدي الى عواقب خطيره في منطقتنا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر دولة تمارس سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال والموضوعية. وأشار الرئيس السيسي في كلماته خلال حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة إلى مخاطر التطورات بالمنطقة والتي قد تؤثر على اتساع رقعة الصراع. المنطقة والعالم بتمر بظروف صعبة جدا، وإن احنا حرصنا في مصر إن احنا تبقى سياستنا سياسة متوازنة جدا في ظل هذا الاضطراب الخطير اللي موجود، واحنا حذرنا منه وقلنا ان استمراره ويعني هيؤدي الى عواقب خطيره في منطقتنا ويمكن في العالم، وبالتالي محتاجين في بلدنا مصر ان احنا نبقى متفاهمين لده ونبقى متمسكين بثوابتنا، ثوابتنا ان احنا حريصين على ان احنا نكون بنمارس سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال والموضوعية، وده اللي احنا ماشيين عليه بقالنا سنين. والحقيقة احنا في ظل الظروف اللي موجودة يعني على حدودنا الغربية والجنوبية، ودلوقتي بقالنا سنة تقريبا على حدودنا الشرقية، والتطورات اللي بتحدث وانتوا طبعا متابعين كل حاجة، هل ده يعني يجعل او يخلي شعب مصرنا ان هو يبقى شعب مصر قلق؟ بدون شك لازم نبقى قلقانين، عشان التطورات اللي بتحدث خطيره جدا وممكن تؤدي الى يعني توسع او اتساع رقعه الصراع في المنطقه بشكل يؤثر على الاستقرار في المنطقه، واحنا يعني بقى لنا تقريبا قناه السويس تقريبا اكتر من 50-60% من دخلها احنا فقدناه، اكتر من 6 مليار دولار خلال 7-8 شهور اللي فاتوا. كما حذر الرئيس السيسي المواطنين من الشائعات التي يروج لها البعض، مشيرا إلى أن الفترة الحالية والشهور الماضية شهدت كما كبيرا من الشائعات. من فضلكم انتبهوا جدا، لأن طبعا في الفترة دي ويمكن خلال الشهور اللي فاتت حجم الكذب وحجم الإفك وحجم الافتراء
وحجم الشائعات كان ضخم جدا جدا. ما هو انتبهوا ان انتوا اللي واقفين دلوقتي يا مصريين. مش عايز ازيد في الكلام كتير، لكن المفكرين والمثقفين والاعلام واضح المهمه بالنسبه له وواضح الخطر بالنسبه له. عمليه الكذب زي ما بقول كده، والشائعات اللي بتطلق هنا وهنا واتهامات مش ليس لها والله اساس من الصح كلها. هذا وقد واجه الرئيس السيسي التحية لأسر خريج الدفعة الجديدة من أكاديمية الشرطة، فضلا عن توجيه الشكر لهم على إعدادهم وتوجيههم بشكل جيد. أوجه التحية للأسر، أسر الطلبة وأسر الخريجين، وأهنيهم على تخرج أبنائهم. وأشكرهم أيضا على إن هم يعني أعدوا أبنائهم وأبنائهم وبناتهم عشان يبقى كلامنا دقيق يعني، وجهزوهم بشكل جيد جدا، وبعدين قدموهم هنا لبلدهم مصر عشان يشاركوا في حماية أمنها واستقرارها. فأنا بشكرهم وبهنيهم، وإن شاء الله نشوف أبنائهم دايما في أفضل الحالات. واسمحوا لي ان انا اشكر الخريجين وطلبه الاكاديميه والقائمين على العمليه التعليميه والتدريبيه في الاكاديميه على الجهد وعلى الاداء المتميز اللي تميزت به الكليه خلال مش بس التخرج واحتفالات التخرج النهارده، لكن الحقيقه انا يعني بتيجي لي فرصه ان انا اجي مرات وبطمن على الكلية وعلى الأداء اللي موجود بشكل يعني بسيط خالص خالص، من غير ما نعمل يعني عشان أبقى مطمن إن الأمور ماشية بشكل كويس. والحقيقة كل مرة بنيجي بنطمن وبنسعد بالمستوى، ولسه في أفضل من كده. من فضلكم انتبهوا جدا، خلال الشهور اللي فاتت حجم الكذب وحجم الإفك وحجم الافتراء وحجم الشائعات كان ضخم جدا جدا. انتبهوا ان انتوا اللي واقفين دلوقتي يا مصريين. وتضمن الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة قيام طلبة الكلية من مختلف السنوات الدراسية بتقديم عروض قتالية تظهر مهاراتهم الفائقة في التعامل مع مختلف الأهداف. وجاءت العروض سواء في الرماية أو الاشتباك أو المطاردات، ونماذج عملية على كيفية مواجهة الجريمة، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الأخرى التي تظهر مدى استيعابهم لتنفيذ البرامج العملية والتعامل مع مختلف الظروف التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أداء مهامهم التي يتم تكليفهم بها. قدم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة لواء هاني أبو المكارم هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة. تتمثل الهدية في مجسم لبوابة أكاديمية الشرطة وساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة. يتوسطها النصب التذكاري لشهداء الشرطة تخليدا لتضحياتهم، وفي قلب الساحة أجنحة النسر رمزا للأمن الذي يعم ربوع البلاد والاستعداد نحو تحقيقه بالجمهورية الجديدة. ومنح الرئيس السيسي أوائل الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الطبقة الثانية، كما جرى منح نوط الامتياز من الطبقة الثانية لأول الطلبة الوافدين وأول الخريجين الحاصلين على ليسانس الحقوق ملازم تحت الاختبار. وضمن قائمة الممنوحين لهذا النوط أولى الخريجات الحاصلات على ليسانس الحقوق ملازم تحت الاختبار. We'll be right back.
وعقب انتهاء الحفلة شارك الرئيس السيسي الحضور مائدة الإفطار، حيث تناول اللقاء مجمل الأوضاع التي تشهدها المنطقة. وأكد الرئيس السيسي ضرورة طرح مختلف القضايا على طاولة الحوار الوطني وفي وسائل الإعلام. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة. وعقب انتهاء الحفل شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحضور بمائدة الإفطار، حيث دار حوار مفتوح تناول فيه سيادته مجمل الأوضاع المحلية والدولية التي تمر بها المنطقة في ظل الأحداث المتصاعدة الأخيرة. كما تناول الحوار العديد من الملفات الإقليمية والدولية، من بينها ملف سد النهضة. سد النهضة أنت بتحاول بقدر الإمكان أنك أنت تشاور في جلسات وفي حوار مختلف ولقاءات واستخدام أدواتك السياسية والدبلوماسية وحاجات أخرى كتير في أنك أنت تمنع الشر المحتمل ده. إحنا خلال العشر سنين اللي فاتوا دول تم إنفاق أرقام مالية ضخمة جدا في تحسين ومعالجة المياه على مستوى الجمهورية بالكامل. إحنا بنتكلم في يعني 400 مليار ولا أكتر؟ ها؟ أنا بتكلم في محطات معالجة ثلاثية متطورة زي بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة اللي موجودة هناك. انت بتتكلم في مليارات كتيرة. اللي انا قصدته بدا ايه؟ في دايما في التعامل مع القضايا بتاعتنا كنا احنا ما بنركنش الى خيار واحد، لا، احنا بنقول ايه؟ هنحاول ان كل المية اللي ممكن نعيد استخدامها، احنا في الزراعة تقريبا 40-45 مليار متر مية، شغالين في خطة للزراعات الحديثة وشغالين في خطة لأن احنا يبقى المعالجة الثلاثية المتطورة، وهيبقى تقريبا يا تاني يا أول دولة في العالم بعد حاجة سنوات بسيطة جدا بتعالج المياه اللي موجودة عندها. وفي الشأن الداخلي أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية وجود حوار مستمر داخل المجتمع. الحوار الوطني يا أستاذ مصطفى، وأنا شايف الدكتور ده قدامي، طب ما احنا أي قضية من القضايا اللي انتوا الحوار ده احنا قلنا ده في حالة انعقاد ايه يا فندم؟ دائم، مش كده؟ واي قضية مش بس القضية ديت عايزين تتكلموا فيها انا ما عنديش مشكلة، وبالمناسبة اتكلموا واتكلموا في الاعلام، خلوا في بيانات بتتكلم، حد يشرح يقول حاجة، يعني حد يشرح في موضوع معين على الاقتصاد، عن شكل القوة في العالم بقى عامل ازاي. يعني انت عايز تتكلم على طرح يساعد اللي بيسمعك انه اولا يحب يشوف. وبالمناسبة تاني هقول الإعلام والدراما قادر على أنه هو يعمل رسائل أكتر كتير من اللي احنا وانتوا نقعد نتكلم مع بعضنا كده. من فضلكم حطوا النقاط والموضوعات الساخنة اللي انتوا خايفين منها بما فيه كلام بتاع حتى موضوع الزلزال الكبيرة أو بتاعت المنطقة وشكل المنطقة هتبقى عامل ازاي واحنا هنجابهها ازاي. طول ما انتوا واقفين على رجليكم يا مصريين ومتماسكين أي حاجة هتبقى سهلة. كذلك أكد سيادته على الدور المصري في السودان والصومال. طب احنا بنبذل جهد بقى عشان السودان يستقر، احنا بذلنا جهد عشان السودان ما يخشش ابدا في اللي هو دخل فيه. احنا بالنسبه لدعمنا للصومال، احنا بندعم الصومال في اطار مش عشان اثيوبيا، بندعم الصومال لان الدوله دي بقى لها اكتر من 30 سنه في حاله عدم استقرار. كل سنه وانتم طيبين. شكرا. قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إن رئيس السيسي جدد مطالبته للحوار الوطني بإيلاء قضايا الأمن القومي والسياسات الخارجية أولوية في فعاليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة، وذلك في ظل تطورات شديدة الخطورة التي يمر بها الإقليم. وأشار المنسق العام للحوار الوطني أنه في ظل مطالبة الرئيس الأخيرة
فإنه سيكون مطروحا على مجلس أمناء الحوار في اجتماعه المقرر غدا، مناقشة وتحديد الخطوط العريضة للجلسات التي ستناقش قضايا الأمن القومي والسياسات الخارجية، بحيث يتم بعد عقدها رفع توصيات كالمعتاد للرئيس ليتخذ بشأنها ما يراه مناسبا. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الحرص الشديد على المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الأساسية بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، والتأكد من وجود مخزون استراتيجي مطمئن منها. وخلال اجتماع مع وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد مدبولي على مواصلة ضخ هذه السلع في الأسواق بأسعار مناسبة وفقا لتوجيهة الرئيس السيسي ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية تلبية لاحتياجات المواطنين مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى الدولة أولوية قصوى لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وخلال اجتماع عقده لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري وكذلك الموقف التمويلي لمراحل المبادرة، كما أكد مدبولي أن هناك توجيها من الرئيس السيسي للحكومة بسرعة استكمال تنفيذ المشروعات التي تتضمنها المبادرة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة تنفيذ موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين. وأشار رئيس الوزراء إلى أن المبادرة تعد من أهم المبادرات خاصة لشريحة محدودي الدخل، لذا تعمل الدولة على استمرارها والحفاظ عليها، حيث تسهم في تحقيق الاستقرار لشبابنا عبر توفير وحدات سكنية ملائمة وبأسعار مناسبة، كما تخدم أهداف تحقيق العدالة الاجتماعية. وكلف رئيس الوزراء بسرعة طرح إعلان الحجز للوحدات المخطط طرحها في المدن الجديدة والمحافظات، سواء لشريحة محدود الدخل أو متوسط الدخل. استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير المالية أحمد كوجوك عددا من ملفات العمل. وخلال الاجتماع أكد كوجوك الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة لتوفير الالتزامات المالية المطلوبة للانتهاء بصورة كاملة من مشروع المتحف المصري الكبير وتمهيدا لتشغيل هذا الصرح الكبير، هذا إلى جانب توفير الالتزامات الخاصة بمشروع الضبع النووي، هذا إلى جانب توفير التمويل المطلوب لاستيراد السلع الغذائية والمنتجات البترولية. وأشار وزير المالية إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات الإنفاق على قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 6 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بمناسبة عيد القوات المسلحة نصر 6 أكتوبر المجيد. تؤكد مصر ضرورة تسوية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتشدد على أهمية وقف العدوان الجاري على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية، في
في ختام برنامجه المكثف في الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعيات العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي أعضاء بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة والقنصلية العامة المصرية في نيويورك. وخلال اللقاء عبر وزير الخارجية عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي يتم بذلها لخروج مشاركة مصر في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة على نحو ناجح يعكس الرصيد المصري المؤثر والمعروف في الأمم المتحدة ومكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية. وتناول اللقاء أولويات السياسة الخارجية المصرية في المرحلة الراهنة، مؤكدا ثقته في قدرة أبناء الدبلوماسية المصرية العريقة على صون وتعظيم المصالح المصرية في مختلف المحافل. أكد سفير اليابان لدى الأمم المتحدة أهمية نزع السلاح النووي ومنع انتشاره، مشيرا إلى أن الأسلحة النووية باتت تشكل خطرا عالميا بسبب الظروف الجيوسياسية المتغيرة. وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد سفير اليابان لدى الأمم المتحدة أن بلاده ستعمل كذلك بشكل أوثق مع المجتمع الدولي من أجل نزع سلاح كوريا الشمالية النووي بما يتناسق مع التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. قال مصدر طبي وآخر أمني لرويترز أنه تم انتشال جثة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله من موقع الهجوم الجوي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وأنها سليمة. هذا ولم يذكر بيان حزب الله تأكيد مقتل نصر الله أمس السبت كيف قتل أو موعد جنازته، لكن المصدرين قالا إن جثته لم تكن بها جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار. من ناحية أخرى، نقلت صحيفة لباريزيان الفرنسية عن مصدر أمني لبناني قوله إن جاسوسا إيرانيا زود إسرائيل بمعلومات عن موقع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قادت إلى اغتياله. يطلع مع الزلمه، قال له هيك الزلمه
اخر النهار من حاصله يعني بس نخلص كل اسبوع من حاصله من الاكل او ما بحاصله. أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أن عدد النازحين قد يصل إلى 1 مليون شخص من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، مؤكدا أن النزوح الحالي قد يكون الأكبر في تاريخ لبنان. وفي تصريحات له عقب اجتماع للجنة الطوارئ الحكومية، طالب ميقاتي بوقف إطلاق النار على كل الجبهات ليحل الأمن والاستقرار في المنطقة. احنا دائما عم نقول وقف إطلاق النار على كل الجبهات، يجب أن توقف وقف إطلاق النار خلص، يعني حتى بغزة اليوم من أول يوم كنا عم نقول إذا وقف إطلاق النار من 7-8 شهور نحن عم ننادي وقف إطلاق النار بغزة، يوقف الإطلاق النار بلبنان تلقائيا، يعود السكان إلى شمال إسرائيل وتعود الأمور كما هي، ونحن نأخذ وقت لحتى نقدر نطبق 19-01 كامل. هيدا ندائنا أنه يصير في وقف إطلاق النار على كل الجبهات لحتى حقيقة يحل الأمن والاستقرار بالمنطقة. أعلن الجيش الإسرائيلي شن عشرات الغارات الجديدة على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان بعد يومين على اغتيال أمينه العام حسن نصر الله في غارة إسرائيلية. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرات سلاح الجو هاجمت عشرات الأهداف في لبنان خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الغارات تستهدف مواقع إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ومخازن أسلحة. هذا وقد انهارت عشرات الأبنية في أحياء واسعة من الضاحية الجنوبية لبيروت نتيجة للضربات الإسرائيلية المستمرة بين حزب الله وإسرائيل. وأكد وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود نحو 250 ألف شخص باتوا يقيمون في مراكز إيواء، مع انتقال 3-4 أضعاف هذا العدد للإقامة لدى أصدقاء أو أقارب أو في خيام في الشوارع. الحرب علينا من 1400 سنة، وهذا شيء طبيعي لما بزتوا عليك 83 طن ليغتالوا جبل. إحنا هذا فخر لنا وهو راضى، إحنا معنوياتنا كتير عالية والحمد لله المسيرة مكملة. خاف منا خيفانين، نحن منحب نيالنا إذا منستشهد منروح عند ربنا شهادة، بس نحن خفنا على الأولاد. هاي البنت غابت عن الوعي بين إيدي، هي وخيا أكبر منا بسنة هربناها، أما نحن لو قلنا كبار منضل ببيوتنا تطبق علينا البنايات آخر أمنا. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن قتل نائب قائد الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان في لبنان لن يمر دون رد. وفي بيان له أوضح وزير الخارجية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت قائد الحرس الثوري في غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت. وكانت إيران قد دعت إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تصرفات إسرائيل في لبنان وفي مختلف أنحاء المنطقة. قوی‌تر شدن حزب الله شد که با وضع امروز کام اصلا قابل مقایسه. وصل وزير الخارجية الفرنسي جون نوال بارو إلى لبنان، حيث يعتزم إجراء مباحثات مع السلطات اللبنانية وتقديم الدعم الفرنسي وخاصة الإنسانية. ودعت فرنسا إلى وقف فوري للضربات الإسرائيلية في لبنان، مشيرة إلى أنها تعارض أي عملية برية في البلاد. هذا وطالب الشعب اللبناني بحل سياسة الأزمات بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة. وعبر اللبنانيون عن أملهم في وضوح مستقبل بلادهم، مؤكدين على قدرة دولتهم على النهوض من هذه الحرب. المستقبل هلأ مجهول،
ما معروف لوين رايحين، بس إلا ما يصير في حل سياسي. تعودنا بلبنان أنه كل أزمة وكل مشكلة من وقت اغتيال الشهيد رفيق الحريري إلا ما يصير في حل سياسي بعدنا. وكذلك الأمر بخصوص السيد حسن بعد ما استهدفوه، أكيد في حل سياسي. نحن تعودنا على هذه الحروب وتعودنا على هذه الضربات الكبيرة والمصايب. لبنان الوطن مش أرض احتلال، بس هذا اللي فيه. وانت ما عم بتحارب مجموعة إرهابية، انت عم تحاول دولة، عم تحارب دولة وراها دول كبيرة. فاليوم الله يرحمه هو شهيد الوطن، مثل الله يرحم الشهيد رفيق الحريري، والله يعيننا. الله أكبر. بفقد حبيب ورا حبيب، بفقد غالي ورا غالي، صدمة ورا صدمة. قول إنا لله وإنا إليه راجعون. قصفوهم، أين ما أدرينا عنهم إلا هم يوم مقطعين. شو قف يا خير؟ استشهد 3 فلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع. كما أطلقت زوركا حربيا إسرائيليا قذائف صوب منازل المواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. هذا وقد أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 41,595 وزيادة عدد المصابين إلى 96,251 شخصا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن 3 شبان أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم خلال اقتحام بلدة عقابة شمال طرابلس، شمال طوباس. كما أفادت أيضا مصادر في الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال اعتقلت مصابا بعدة رصاصات خلال تقديم الإسعافات له، فيما منعت الوصول إلى مصاب ثالث على سطح أحد المنازل. التاسعة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها. الجيش الإسرائيلي يشن هجمات على قوات الحوثي شملت محطة كهرباء وميناء لتصدير النفط. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات على أهداف تابعة لقوات الحوثي في اليمن، وأضاف جيش الاحتلال في بيان أن الهجمات على الأهداف التابعة لقوات الحوثي شملت محطة كهرباء وميناء بحري يستخدم لتصدير النفط. كانت مصادر في ميناء الحديدية اليمني قالت إن الميناء تعرض لضربات جوية أصابت أهدافا منها خزانات للوقود. قتل 12 شخصا في غارات جوية نفذتها طائرات مجهولة على مواقعهم في شرق سوريا، كما أوقعت الغارات عددا كبيرا من الجرحى واستهدفت مواقع في مدينة دير الزور وشرقها، وكذلك منطقة البوكمال القريبة من الحدود مع العراق. ولم يعلن أي طرف مسؤوليته على الفور عن الهجمات، وتتعرض منطقة دير الزور بانتظام لغارات إسرائيلية. رحبت جامعة الدول العربية بالتفاهمات الليبية الأخيرة والتي أدت إلى حل أزمة في مصرف ليبيا المركزي والاتفاق على قيادة جديدة للمصرف وتشكيل مجلس إدارة جديد. وأعرب المتحدث باسم الأمين العام
جمال رشدي عن التطلع إلى أن يساهم ذلك التفوق في عودة ثقة المؤسسات المالية الدولية، معربا أيضا عن أمله بالالتزام بتنفيذه والمساهمة الفعالة في عودة إنتاج النفط الليبي وتصديره لتجنب التداعيات السلبية على الاقتصاد والمواطن الليبي بصفة عامة. عقد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم اجتماعا لمتابعة الترتيبات الجارية لعقد أسبوع القاهرة السابع للمياه، والذي يتزامن معه عقد أسبوع المياه الأفريقية التاسع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 13 إلى 17 من أكتوبر، وذلك تحت عنوان المياه والمناخ بناء مجتمعات قادرة على الصمود. أشار سويلم إلى أهمية أسبوع القاهرة السابع للمياه في إطار السعي لتعزيز التعاون الدولي وتقديم رؤى موحدة تعكس تطلعات واحتياجات دول العالم، خاصة الدول الأفريقية، في مجالات المياه والمناخ، مؤكدا حرصه على توفير كافة أشكال الدعم لضمان نجاح الأسبوع بما يعكس المكانة الريادية لمصر على الساحة الدولية. أطلقت حياة كريمة مبادرة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين بعدة أماكن بمحافظة القاهرة، منها مناطق الساحل والزاوية الحمراء، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، أقامت مؤسسة حياة كريمة عدداً من الشوادر لبيع اللحوم البلدي واللحوم المجمدة المدعمة بأسعار مخفضة في عدة أماكن في محافظة القاهرة، منها مناطق الساحل والزاوية الحمراء، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار تنافسية. وفقاً لتوجهات السيد الرئيس، النهاردة احنا بنبيع الكيلو اللحم البلدي مذبوحة اليوم ب 210، طبعا ده يعني نص سعرها في الاسواق بره، هو الكيلو بره اصلا بعامل 400 وفي اماكن ازيد من 400، فوفقا لتوجيهات سياده الرئيس هو خلاها ب 210 لتخفيف العبء على كاهل المواطن المصري. نبيع لحمه من مؤسسه حياه كريمه، اللحمه مذبوحه في المزارع، مزارع مؤسسه، المفروض ان احنا بنوفر بخصم مثلا 50% واكثر من 50%، لان هي سعرها في السوق 450 جنيه، احنا بنبيعها ب 210. المنافذ شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين وسط سعي الدوله الى توسيع نطاق اقامه المنافذ، وذلك لضمان وصول هذه المنتجات الى اكبر عدد ممكن من المواطنين. هو النهارده بالنسبه انا معديه مفاجاه، ولاية سعر اللحمه مفاجئ طبعا، فرق شاسع بين الاسعار وبين بره. انا بره اللحمه ب 400 و 450، بقى كنا في 210، ده الحمد لله، يا ريت تستمر بقى. الاسعار كويسه جدا، يعني سعر اللحمه كويس جدا ورخيصه جدا يعني. والله دي حاجه كويسه وحاجه محترمه قوي من السيد الرئيس، وحاجه كويسه يعني، وربنا يسهل والاسعار تنزل ومصر بخير طول عمرها. تأتي هذه المبادرة في إطار التوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. وبمجهودات متطوعي حياة كريمة يتم توفير اللحوم لمدة 3 أيام بثلاجات أو منافذ متحركة في منطقة المنيب والجيزة. تواصل مبادرة حياة كريمة جهودها لتوفير اللحوم البلدي الطازجة بتخفيضات تصل إلى 50% بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض أسعار السلع بما يتناسب مع جميع فئات المجتمع. تاني يوم للمبادرة، احنا امبارح كنا موجودين في نفس المكان، احنا في المنيب في الجيزة، جيزة منيب بجوار مدرسة طه حسين، كنا موجودين امبارح وبعنا كمية لحوم اللي كانت موجودة في العربية كلها بعناها، وكانت في ناس تاني برضو محتاجة لحوم، فبناء على طلب الجمهور جينا النهاردة تاني في نفس المكان، وبرضو الجمهور متوافد بكميات كبيرة. نشكر السيد الرئيس ان هو يعني مخلي باله مع الشعب ومخلي باله مع الناس، واسعار كويسة والدنيا كويسة، وبنتمنى له دايما التوفيق. وبنشكر حياة كريمة ان هي مهتمية برضو بالشعب، الناس البسيطة، الناس الغلبانة،
ربنا يوفقهم كده رب دايما على خير. وبمجهودات متطوع حياة كريمة يتم توفير اللحوم لمدة 3 أيام بثلاجات أو منافذ متحركة في منطقة المنيب والجيزة، وتحمل كل ثلاجة ما يقرب من 250 كيلو من اللحوم المذبوحة في نفس اليوم، ليصل سعر الكيلو الواحد إلى 210 جنيهات. المبادرة مدتها 3 أيام. النهاردة حياة كريمة عاملة دعم للمواطن، منزلة كيلو اللحمة بلدي ب 210، فده طبعا ده يعني حاجة جميلة جدا للمواطن. المواطن كده بيحس بفرق السعر وبيحس ان في ان الدولة معاها نفسها. والله اكيد حاجة كويسة في ظل الغلاء اللي بيحصل والحاجات اللي بتدور الايام دي. كيلو اللحمة ب 210 مش حاجة بالنسبة لأسعار تانية عند الجزارين ب 350-400. وتأتي تحركات مؤسسة حياة كريمة للتخفيف عن كاهل المواطنين أعباء الحياة، بالإضافة لمحاربة الغلاء وجشع التجار بتوفير السلع ومنها اللحوم بأسعار مخفضة، فضلا عن مبادرات أخرى تعمل على بناء الإنسان. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. كما تتواصل مبادرة توفير وبيع اللحوم بأسعار مخفضة ومميزة لتقديم اللحوم الطازجة لأهالي محافظة الإسماعيلية. لم تتوقف جهود مؤسسة حياة كريمة لحظة عن المواطنين في مختلف المحافظات، فجاءت مبادرة توفير وبيع اللحوم بأسعار مخفضة ومميزة لتقديم اللحوم الطازجة لأهالي محافظة الإسماعيلية بجودة عالية من خلال العديد من المنافذ لبيع هذه اللحوم للتخفيف عن المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. حرصا على توفير حياة كريمة لكل المواطنين، مؤسسة حياة كريمة بالشراكة مع شركة القيصر أطلقت مبادرة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لكل المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، والحمد لله إقبال كبير جدا من المواطنين من محافظة الإسماعيلية، خصوصا أن في أسعار تنافسية وأسعار مناسبة لكل المواطنين. المبادرة تنطلق في عدة مدن وقرى بالمحافظة، وتستعد المؤسسة لفتح العديد من الشوادر تباعا خلال الأيام القادمة لتوفير اللحوم الطازجة ب 310 جنيهات للكيلو و 210 جنيهات للحوم المجمدة، وذلك تحت إشراف ورقابة بيطرية لضمان سلامة اللحوم وجودتها. وشهدت المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين بمحافظة الإسماعيلية التي تحرص المؤسسة دوما على تقديم حياة كريمة تليق بهم. مبادرة جميلة صراحة، والأسعار جميلة برضه. الناس في إقبال جامد، انت شايف ان في إقبال اهوت من الناس. حاجة جميلة جدا بالنسبة لحياة كريمة، أسعار جميلة جدا، مفيش منافسة ومفيش أي حاجة، الناس بتشتري زي أي حد، والموضوع عادي جدا لأي مواطن بيشتري. مبادرة حياة كريمة مبادرة ممتازة جدا، أطلقها سيادة الرئيس لمساعدة الناس المحتاجين برضو، لأن احنا التجار برا بيبيعوا لنا اللحمة بأسعار مرتفعة جدا. وتستمر مبادرة توفير اللحوم بأسعار مميزة في عدد كبير من المحافظات وسط مشاركة واسعة من متطوعي مؤسسة حياة كريمة، انطلاقا من دورها الإنساني والمجتمعي في دعم الأسر والوقوف بجانب مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية ورفع المستوى المعيشي شيء للمواطنين. محمود جميل، التلفزيون المصري. أعلنت وزارة الصحة تقديم 93 مليون و 822 ألف و 956 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة. وأوضحت الوزارة أن الحملة قدمت أمس 1,881,209 خدمات، مضيفة أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة 100 يوم الصحة قدمت 773,100 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة. أعلنت وزارة الصحة نجاح الفريق الطبي بمعهد القلب القومي في إجراء تدخل جراحي لمنع الارتجاف البطيني الذي يؤدي لتوقف القلب المفاجئ. وأكدت الوزارة أن هيئة المستشفيات التعليمية تمتلك كوادر طبية مميزة قادرة على مواكبة وتنفيذ أحدث وأعقد التقنيات العالمية، نظرا لما يتمتعون به من كفاءة وخبرات متراكمة، إضافة إلى عملهم داخل منظومة تعليمية وتدريبية وبحثية تمنحهم الريادة في مجالهم.
شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وذلك بهدف تقديم 100 منحة دراسية كاملة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية لخريجي الثانوية العامة المتفوقين من أبناء محافظات الصعيد من المدارس الحكومية، وذلك بحضور رؤساء فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. والآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة، نتحول فيها إلى محمد عبد الله. شكرا إيمان، شكرا أميرة. إلى أخبار الاقتصاد محلياً وعربياً وعالمياً. أهلاً بكم. يتوجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في ثاني جولاته الأوروبية، وتتضمن الزيارة عقد لقاءات مع ممثلي كبرى الشركات ومجتمع الأعمال الفرنسي والمستثمرين الفرنسيين المهتمين بالتعرف على فرص الاستثمار في مصر. تواصل وزارة التضامن الاجتماعي مشاركتها في فعاليات النسخة الخامسة من معرض سوق الدار بالسعودية، وتأتي المشاركة وزارة التضامن الاجتماعي بالمعرض في إطار دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحرص على دعم الأسر المنتجة وأصحاب الحرف الترفية. أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم أولى تداولات الأسبوع على ارتفاع جماعي بمكاسب قوية بلغت 21 مليار جنيه، ليسجل رأس المال السوقي تريليوني و170 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي اي جي اكس 30 بنحو 58% ليغلق عند مستوى 31459 نقطة. كما صعد مؤشر اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 87% ليغلق عند مستوى 7490 نقطة. وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا اي جي اكس 100 بنسبة 87% ليغلق عند مستوى 10669 نقطة. سجل الانتاج الصناعي الروسي تباطؤا بنسبة 2.7% على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي، ورغم التباطؤ العام فإن بيانات الانتاج الصناعي لا تشير حتى الآن إلى تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي، ما سيسمح للبنك المركزي الروسي بزيادة مريحة في سعر الفائدة الرئيسية. أخبار الاقتصاد، أعود إلى أمينة وإيمان. شكرا لك محمد. استجابت وزارة التضامن الاجتماعي لالتماس قدمه أحد المواطنين تجاوز عمره 100 عام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء. وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة طارق رفاعي أن الاستجابة جاءت بعد أسبوع واحد من تلقي الالتماس المتضمن طلب توفير كرسي متحرك فضلا عن مساعدته في تأدية اختبار محو الأمية، حيث تبين بفحص الالتماس أن المواطن مقيم بحي شرق محافظة الإسكندرية ويتجاوز عمره 103 أعوام ولديه 7 أبناء و55 حفيدا. الآن مشاهدينا نتابع أخبار الرياضة. عودة مرة أخرى إليك محمد. شكرا أميرة وأمير وإيمان. إلى أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة.
تمكن لاعب المنتخب المصري الخماسي الحديث تحت 19 عاما من التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات التتابع المختلط ضمن منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 19 عاما والتي تستضيفها ليتوانيا. بذلك أصبح رصيد مصر بالبطولة 8 ميداليات بواقع 6 ذهبيات وفضية وبرونزية. كرم محافظ كفر الشيخ علاء عبد المعطي الأبطال مطاوع أبو الخير وأحمد الذكري ومحمد حمدي أبطال الإرادة والتحدي من أبناء المحافظة لاعبي منتخب مصر البرلمبي للكرة الطائرة جلوس لفوزهم بالميدالية البرونزية ضمن منافسات دورة الألعاب البرلمبية. ودع نادي الزمالك رسميا منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد من الدور الرئيسي بعد خسارته أمام فيز برايم المجري بنتيجة 34 مقابل 27. قدم الزمالك أداء مشرفا ضد فيز برايم المجري أحد أقوى فرق كرة اليد حول العالم. وفي مباراة أخرى تلقى النادي الأهلي هزيمة من برشلونة بنتيجة 31 مقابل 23. ورغم هزيمة الأهلي إن الفريق نجح في الصعود إلى المربع الذهبي كأفضل ثاني بعد التفوق على الخليج السعودية. في الدوري الألماني وقع عمر مرموش على هدفين للفريق إنتراخت فرانكفورت في شباك هولشتاين كيل لينفرد بصدارة هدافي الدوري متخطيا هاري كين لاعب بايرن ميونخ. عمر مرموش رفع رصيده إلى 6 أهداف مع إنتراخت فرانكفورت في جميع البطولات هذا الموسم وأصبح لديه 11 مساهمة تهديفية حيث صنع 5 أهداف أخرى. وصل فريق مانشستر يونايتد النتائج السلبية في الموسم الحالي بالخسارة من توتنهام هوتسبار بـ3 أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب أولد ترافورد ضمن حسابات الأسبوع السادس من منافسات الدوري الإنجليزي. صعد توتنهام إلى المركز الثامن في الترتيب برصيد 10 نقاط من 6 مباريات بينما يحتل يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط. عودة للزملاء أميرة وإيمان. شكرا لك محمد. لقي أكثر من 129 شخصا مصرعهم جراء غمر مياه الفيضانات للأحياء المنخفضة في العاصمة النيبالية كاتماندو بعد هطول أمطار موسمية غزيرة. يأتي ذلك بينما تستمر عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة وحذرت سلطات الكوارث من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة في العديد من الأنهار. وعن أحوال الطقس من نشرة 9 وقفة جديدة وأخيرة مع محمد عبد الله. تفضل محمد. شكرا إيمان وشكرا أميرة. إلى أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله على محافظات الجمهورية العظمى والصغرى والبداية من القاهرة 32-23 والإسكندرية 29-21 مطروح 28-23 بورسعيد 31-25 والإسماعيلية 33-22 وإلى السويس 32-22 العريش 30-22 طابة 31-24 شرم الشيخ 36-26 والغردقة 35-27
إلى الأقصر 36-24، أسوان 37-24، الوادي الجديد 35-23، حلايب 34-27، وشلاتين 36-27. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام النشرة، هذه عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة ويحذر المواطنين من خطر الشائعات التي يتم ترويجها. الرئيس السيسي يشارك الحضور بأكاديمية الشرطة مائدة الإفطار ويؤكد ضرورة طرح مختلف القضايا على طاولة الحوار الوطني وفي وسائل الإعلام. وزير الخارجية الفرنسي يصل إلى لبنان لإجراء مباحثات مع السلطات اللبنانية وتقديم الدعم خاصة الإنساني. انتهت نشرة التاسعة من التلفزيون المصري. إلى اللقاء.